اكيد احنا بالشتاء بنركز على التغذيه لحتى ناخذ الطاقه ونشعر بالدفء، بس كمان ما ننسى الرياضه. بتلعب رياضه؟ يعني في الشتاء بيقل فعلا، الواحد بصير عنده خمول بصفي بيضل قاعد بالبيت. تتهربيش من السؤال، بتلعب رياضه؟ والشتاء مش بس هيك نورة، كمان الواحد بصير عنده حالات من الإحباط، لأنه يعني الشمس بتلعب دور كثير إنه بتعطينا هالطاقة إيجابية. بالشتاء هذا الموضوع كثير بقل، واليوم بالتحديد رح نحكي عن هذا الموضوع. أكيد رح نستضيف المدرب يزن زهران، مدرب رياضي، رح نحكي أكثر عن موضوع كيف ممكن تمارين رياضية تعطينا دفء وتمارين تكون بسيطة في البيت. الله يصبحك بالخير. الله يصبحكم بالخير. كيف كان بداية نهارك لليوم؟ زي الفل. يعني انت كان المفروض تكون معنا اصلا من الايام السابقه، وبسبب الشتاء والطقس فاليوم كثير تمام انه زبطت. نحكي بالبدايه، بيختلف التمارين، يعني نقدر نحكي انه في تمارين بالبيت ممكن تنعمل، خاصه انه بفصل الشتاء الناس فعلا بتكسل، المشي بيقل، تمارين ممكن واحد نوادي يروح له النوادي ممكن يقل. ايش بتحكي لنا عن تمارين رياضيه بفصل الشتاء بالتحديد؟ هي الحركه بالشتاء بتقل، يعني بتكوني محصوره، ما في مجال لطلعه، ما في مجال لمشي حتى. ففي تمارين رياضيه لازم نعملها بالبيت، الهدف اني انا انشط الدوره الدمويه عندي بس. كل هذا ممكن تعمله بالبيت، ممكن اعمل ساعه زمان بس بفصلها، يعني ثلث ساعه بالنهار الصبح، ثلث ساعه بالعصر، ممكن ثلث ساعه كمان بالليل، او مش مضطر يعني ممكن ثلث ساعه كافيه واحده، المهم انشط دورتي الدمويه، اعمل ريفرش لجسمي. بس مو يعني بقل التمارين اجمالا، يعني اجمالا كل الحركه مثل ما حكيت بتقل بالشتاء، كيف ممكن الواحد نقنعه انه ممكن انت تتحرك وتعمل شويه تمارين كثير خفيفه لحتى يعني تقدر تشعر شويه دفى؟ يعني في عنا تمارين بسيطة كنت نعمل بالبيت، الهدف منها انه انا زي ما حكيت لك بنشط الدورة الدموية عندي اكثر، بعمل ريفرش لحالي، بدفي حالي شوي كمان، هذا سبب ايجابي. يعني هاي كمان نقطة ممكن نقنع فيها الناس، الواحد إذا بقوم بتحرك عادة بشعر بالدفى. عادة كمان الناس بتاكل اكلات اكثر دسمة، اكلات فيها دهون، يعني عشان كمان بفكروا عادة الناس انه هاي الاشياء ممكن تدفينا. بس بتشعر انت كمدرب رياضي بهذا الفرق مع بالتعامل مع الناس؟ طبعا هلا بالشتاء لازم تاكلي، بس شوفي يعني انا بدي لازم اكل في نفس الوقت، يعني عندي مشكله يعني اخرب النظام الغذائي تبعي عشان مطر، عشان مش عارف اطلع اليوم على الجيم، وعشان 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 عشان لا بتوجه. في عندي بعض الاكلات المعينه بالشتاء بقدر احصل عليها على السعرات الحراريه اقل، في نفس الوقت بتشبع حاجتي. يعني خاصة احنا بفصل الشتاء عندنا الفواكه الشتوية، عندنا الفواكه المجففة. صحيح، هلا كنا عم نحكي عنها. انتم دائما مدربين الرياضة بتنصحوا بتناول العصائر الطبيعية أكثر من المشروبات الساخنة اللي بتفيد، هذا بدي اتعلق لي على هاي النقطة. ثاني شيء إنه عادة ما بنصح يعني لعب تمارين رياضية بعد تناول الوجبة الغذائية، وقديش لازم تكون في فترة زمنية بين تناول الوجبة والرياضة؟ شوفي هو لازم تكون على الأقل فترة في ساعتين ونص بين اخر وجبه ووجبه التمرين، او ممكن انه الواحد يتناول الوجبه بعد التمارين الرياضيه. بالضبط، بعد التمارين ممكن بساعه الا ربع. هي الفكره من الفكره الكامله بشكل عام انه انا الدوره الدمويه عندي بتكون متركزه بالمعده. لما انا بدي اروح اتمرن ممكن ينزل ضغطي، ممكن اواجه اي مشكله من هاي دوخه، لانه فيش كل الدوره الدمويه متوجهه في المعده. سألتك عن العصائر الطبيعية، انتوا دائما بتفضلوها اكثر من المشروبات السخنة، وانه الواحد يمكن يلتجئ لها اكثر انها هي بتدفي. هي الهدف انه السكر الموجود بالعصائر الطبيعية سهل يتحلل اكثر من الامور الثانية السخنة، شاي ما ينفعش بدون سكر كذا، كلياتها لازم تكون فيها سكر، والسكر بشكل عام مش شيء سهل. فنصيحة دائما للناس، خاصة انه هلا موسم كمان البرتقال، ممكن الناس تاكل. بالضبط، احنا فصل الشتاء يعني اكيد. خلينا نبلش يلا. انت رح تبدا، احنا قاعدين. ايش رح تعمل تمارين اليوم بالتحديد؟ انت لانجز، سكوات، كثير اشي، بس الاهم اشي الاحماء. دائما الجسم بيكون بارد، انا بدي لازم الجسم يحمى عشان ما يصير عندي تمزقات، شدود عضل، كل الامور هاي لازم ابلش بشكل صح. اول اشي احنا كمان نحكي للناس من بيوتهم يجهزوا حالهم ويلعبوا رياضه هلا مع يزن.
ست سبعة. انا حاسه كل مره عم بتزيد حركه بكل جسمك عم بصير يتحرك عشان ارفع درجه. راح اعمل مع جامب